من موسكو ينضم إلي المحلل السياسي إفغاني سيدروف، أهلا ومرحبا بك معنا. إذن الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة سيبدأ قريبا، ما هي التفاصيل الإضافية حول هذا اللقاء وهذا الحوار؟ بالنسبة للأمن الاستراتيجي، أعتقد بأن هذه المهمة نضجت منذ زمن بعيد، لأن البلدين اللذين بحوزتهما معظم الأسلحة النووية المتوفرة في العالم، لا شك أنهم يجب أن يتوصلا إلى تفاهمات واضحة ودقيقة على غرار ما ورد في المعاهدات السابقة، منها معاهدة ستارت مثلا، ستارت واحد، ستارت اثنين، ومن ثم ستارت ثلاثة، والتي تم تمديدها فور وصول جو بايدن إلى الكرسي الرئاسي في البيت الأبيض الأمريكي. ولكن الآن بات واضحا أنه يجب تطوير هذه المعاهدة، وثمة من يقول من الخبراء إنه ربما من الأفضل أن ينطلق قريبا العمل على إعداد معاهدة جديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية التي بحوزة موسكو وواشنطن، والاستعداد لعقد معاهدة جديدة اسمها طبعا ستكون ربما ستارت أربعة. كل هذه الأمور جعلت ودفعت البلدين إلى التنسيق في مواقفهم ورغم الخلافات أو حتى بعض التباعد المتعلق بهذا الموضوع، إلا أن هناك نية مشتركة لخفض التصعيد وتشديد الإجراءات الرقابية على الأسلحة، وبالتالي هذا الحوار أمر لابد منه في الوقت الحاضر. نعم، في المقابل يعني وصفت الأجواء على أنها كانت إيجابية بين الرئيسين، ولكن اليوم الكرملين أكد بأن هناك خطوط حمراء تتعلق في ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني ببساطة شديدة أن روسيا تنظر إلى أوكرانيا على أنها ما يسمى يعني جزء من مصالحها الحيوية. عموما الكريملين ينظر إلى ما يسمى بالفضاء السوفيتي السابق بأنه منطقة لمصالحها الحيوية ومصالحها الاستراتيجية، ولا يجوز لأحد التدخل في هذا الأمر، لأنه هو برأي الكريملين يعني صلاحية استثنائية تتمتع بها موسكو. وموسكو أفهمت مرارا وتكرارا واشنطن أنه لا يجوز تجاوز مثل هذا الخط الأحمر، والذي يعتبر أحد الخطوط الحمر التي حددتها موسكو في تعاملها مع واشنطن.